بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، نظم في العاصمة عدن بازاراً ومعرضاً خيري للمحاربات والناجيات من السرطان. هذه الفعالية نحن استهدفنا اليوم عدد ما يقارب 30 ناجية ومحاربة من المريضات، معاهم مشاريع صغيرة ساعدنهم المؤسسة بتوفير بعض الأغراض لهم من أجل الانطلاقة ودعم هذه المشاريع لمحاربة سبل الحياة وتوفير أبسط احتياجاته وأيضا لمكافحة المرض وشراء الأغراض والفحوصات التي يحتاجون إليها. كان في تواصل بيني وبين المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان على أساس أن ننظم بازار، بما أني أنا مهتمة في جانب أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر واللي يشتغلوا عن طريق الأونلاين واللي معهم بسطات، فحبينا أن نبرز الفئة هذه لأن نحس أن شوية يعني الاهتمام من ناحية يعني ما حد كان يتوقع أن في مصابين ومصابات بالسرطان يفتحوا بيوت عشان يقدروا يوفوا من ناحية الأدوية. المؤسسة مش مقصرة معهم بس من ناحية الاحتياجات الالتزامات وكل شيء. الفعالية التي أقيمت في ساحة منارة عدن بمديرية صيرة تأتي ضمن فعاليات أسبوع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان. الحقيقة أنا أطلب من كل الجهات المعنية أن تهتم بهذه المؤسسة لأنها فعلا كل ما تصرفه على المرضى وعلى احتياجات مرضى السرطان خاصة من النساء كبير جدا، وهي بحاجة إلى الدعم من الجهات الداعمة. طبعا هذه الفئة لازم كل الجميع يوقف معها، الجميع يشاركهم لأنهم فئة الأمانة تستحق كل الدعم، ولكننا ممكن نكون قد بعدنا عنهم بشكل كبير، ولكننا دائما نشاركهم في كل الفعاليات حقهم، والحمد لله اليوم نشوف البازار وإقبال كبير جدا، والعديد من الأشخاص سواء في مديرية صيرة أو في جميع المديريات حضروا وشاركوهم جميع الفعاليات، وهذه يعتبر سلسلة من سلسلات الفعاليات التي يقوم فيها المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ونتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح. وخلال البازار عرضت منتجات ومشغولات يدوية بالإضافة لأصناف مختلفة من المأكولات، وذلك في إطار حرص القائمين على المعرض على مشاركة المحاربات والناجيات من السرطان في كافة الأنشطة والمناسبات التي من شأنها أن تساعدهم في التصدي للمرض. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن.